يا قيادات الإطار راح أقول لكم شغلة وأختم بيها. غسلنا هيك إذينا بالتيزاب بالصابون كمعتقلين وكمهجرين من السن السياسيين السنة العراق الموجودين بالحكومة بالمجلس وزراء، ذول اللي يدورون بس مصالحهم ودي يدورون شلون يسوون قصور وعمارات. انت يا اطار، يا قيادات الاطار اللي ذكرت اسماءكم، انت تكونوا اهل للسنة، انت تكونوا احباب للسنة، انت تكونوا اباء للسنة، انت تكونوا العطوفين الرحيمين بالمعتقلين المخبر السري مو الارهابي، بالسجناء اللي مظلومين. واذا تحبين السحار هسه من راح اطلع من الاستوديو بهاي الوقت وحسبي علي وقت، راح اصور لك مخيم مال نازحين يبعد منا كيلو وين، شوفي مأساة البرد هيج قاعدين. هسه وحدة كردية دكتورة اذا تجمع مراسلنا من اربيل يكون ويا حضرتك باكر او عقبه يكون ان حظ الشيخ ابراهيم يوم الاحد، بس يكون مراسلنا ويا حضرتك مرافق جنابك ويطلع على حالهم ويطلع السياسي القيادات العراقية الشيعية. والله يس السحر اقول لك اياها، والله راح اضطر ارجع باكر لان امي كلش مريضة وقالت لي تعالي باكر. المراسل يروح نيابة عنك حضرتك، يكون ان بغداد تكون ضيف عزيز. راح اقطع وارجع.